السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بدعوكم لنشر الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى في هذا الموقع اللي لقيت فيه فراغ ديني كبير جدا، وأيضا لقيت إن أنا ممكن نعمل أبلود بسهولة جدا على الموقع ده، ممكن حتى ننقل الشانلز بتاعتنا للموقع ده بكل سهولة، وإن شاء الله يكون الموقع ده فتحة عظيمة على دينا. وطبعا الفيديو ده برايفت، مش هيبقى للعام عشان مفيش ناس شيعة او ناس كده ياخدوا الموقع ويعرفوه، لكن لان هو موقع مشهور جدا وهتلاقي الفيوز بتاعتك كتيرة جدا. هنشوف الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. البروفايل بتاعه هنشوفه. انا عملت جوين يوم 21/6/2008. الافرج رانك 4.1. الاونرز انا اخد توب سبميتر ويكلي ومانثلي مانثلي. والفيوز هنا كتيره جدا في الموقع ده، الموقع ده مشهور جدا والدعوه فيه ليها سبب عظيم باذن الله، لان الناس كتيره جدا بتشوف الفيديوهات دي، حتى اللي ما لقيتش رواجها في اليوتيوب لقيت رواجها في الموقع ده. وهنا هنشوف ازاي بنعمل سبميشن. في زرار فوق اسمه سبميت. هنا الحاجة الجميلة جدا هنا بقى ان انت ممكن تحط اللينك بتاع الفيديو مثلا لو في اليوتيوب او كده. بص هنا بيقول لك ايه، use option if you want to submit a video that you have uploaded to another site زي اليوتيوب وجوجل فيديو وحاجات كتيرة جدا. هروح مثلا هنشوف بقى كمان في ميزه كمان، انت ممكن لما بتعمل ابلود هنا بيعمل ابلود بسرعه كبيره جدا، لان هو بيتعامل بين السيرفر بتاع ميتا كافيه والسيرفر بتاع اليوتيوب. حتى لو انت شغال دايل اب ده مش هيفرق، لان هو بيتعامل مع السيرفرين. عشان كده لما نلاقي سرعه الابلود عاليه جدا. هتشوفوا دلوقتي الفيديو ده تقريبا مساحته 7 ميجا. سبعة ميجا. بص دقيقتين اهو، بس الدقيقتين دي مش الرقم الحقيقي، هو دلوقتي بص بقت دقيقة بيحمل 7 ميجا في دقيقة. متخيل الحكاية دي؟ يعني انت لو عندك فيديو بيحمله في دقيقة، يعني عبال ما تخلص الحاجات اللي تحت دي يكون الفيديو خلص. يعني انت لو بتعمل التايتل والديسكريبشن والحاجات دي يكون الفيديو خلص خالص. طبعا في فيديوهات اقل من كده، 3 ميجا والحاجات دي بياخدوا نص دقيقة. تخيل نص دقيقة، يعني انت بتاخد نص، لو انت مثلا قعدت ساعة ممكن تنزل كتير جدا. هنا ممكن الحلو في الموضوع ان انت ممكن تزود اكتر من كاتيجوري. وهنا في فيديو لانجويج الموضوع بسيط جدا. وفي الاخر انت ممكن تختار الصورة اللي انت عاوزها اللي تظهر في الفيديو من اكتر من صورة. بس انا عشان منزل الفيديو ده قبل كده فبيقول لي انت نزله اصلا والاوريجينال بتاعه موجود وبتاع. ارجو يكون ده فاتكو، وان شاء الله تشتركوا في الموقع ده، واشوف لكم خير ان شاء الله في الموقع ده. والسلام عليكم. نسيت حاجه معلش، انت ممكن لما انت تعمل ابلود للفيديو بيجيب لك التايتل بتاع الفيديو، الديسكريبشن والحاجات دي من الفيديو القديم، فده بيسهل عليك كتير جدا كمان.